بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنشوف عينة حمام صغير تركيب بلاط. فانت عشان تيجي تشوف عينة وتعرف ايه هو الشغل اللي موجود فيها وايه هي الخطوات اللي انت تستلمها عشان تتأكد ان الشغل ده مظبوط او شغل البلاط ده مظبوط، تمام؟ طبعا هو عمل ايه؟ اول حاجة عملها اللي هو قسم الجدران، يعني البلاطة اللي هنا قد البلاطة اللي هنا. لو وانت بتقسم لقيت في فرق بسيط ما بين البلاطه النهائيه والبلاطه دي، تقدر تخلي دي كامله ودي كامله، ولو في فرق سنتي 2 سنتي 3 سنتي تقدر تقصها من النهايه، مش هتبان معاك عشان ما تحضرش في بلاطتين. الجدار اللي في الامام قسم البلاطه لنصفين، وده يعتبر حاجه مثلى، لان لو عملت بلاطه كامله هيبقى في غلاء هنا، فبالتالي مش هينفع، تمام؟ اول حاجه ما بيجي يشتغل لازم اول صف ده، اول صف يتعمل ده لازم يتعمل كامل، يعني داير ما يدور، يعني لازم الاول يعمل بإده المنسوب بتاعه ويبدا داير ما يدور يعمل صف كامل، وبعد كده لان يتاكد الزاويه هنا مظبوطه 90، الزاويه هنا 90، الزاويه هنا 90، وبعد كده يبدا يطلع. طبعا احدى المشاكل دايما اللي بتقابلنا الفتحات بتاعه مواسير السباكه والصرف. يفضل دايما هو يجيب لقمه دائريه، ما يعملهاش بالصاروخ كده، شكلها مشين وغير جيد. لازم يجيب لقمه دائريه بتتباع بيسموها مخواش، عشان يتاكد ان الدايره يا دوبك جايه مظبوطه بس على قد الماسوره. لازم برضو يتاكد ان هو مركب صليبه عشان المسافات او العراميس تكون كلها مقاس واحد زي ما انت شايف. فلازم يتاكد ان هو مركبها على صلبان عشان سمك العرموس يكون واحد. طبعا تقعد ترش لمده يوم او يومين السيراميك، وبعد كده تبدا تروض وما تأخرش في الترويبة بتاعتك، عشان لو اتأخرت ممكن الفراغات دي يخش فيها هواء وبالتالي ممكن يحصل تطبيل للبلاط. طبعا انت بتاخد المنسوب وبتسيب اخر بلاطة، لو انها المفروض هنا كحمام عندك ميول، ما بتسيبش اخر بلاطة مثلا لو طولها لو عرضها 30 سنتي، ما بتسيبش 30 سنتي، بتنزل بالبلاطة دي شوية، يعني تنزل مثلا تخلي البلاطة اللي تحت 28 على اساس ان انت هتقص عشان تيجي معاك ميول الحمام بتاعك. فدي بعض النقاط اللي انت لازم تشوفها، ان او الزوايا مظبوطه، التقسيم مظبوط، العراميس والمسافات بتاعتها مظبوطه، الاده لازم تحط اده وتحط ميزان عشان تتاكد من استواء السيراميك، كل الكلام ده لازم تشوفه. الفتحات اللي موجوده دي لازم زي ما قلنا تتقطع قطع مظبوط، ما ينفعش بالطريقه العشوائيه دي، فلازم كل ده تاخد بالك فيه. لقيته تمام يبقى الصنايعي او المقاول بتاعك كويس. لقيت فيه مشاكل في الزوايا وفي الترويبه وفي الصلبان وفي التقسيم، يبقى تغير المقاول بتاعك.